زيارتنا هي للعبة والاعتبار كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. لا نأتي للتقديس ولا نأتي للعبادة ولا نأتي للسجود للميت نبيتان أولي أو غيره. نحن نأتي للعبرة والاعتبار ولسؤال الله عز وجل ولدعاء الله عز وجل من عتبات أنبيائه وأوليائه وصالح أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي أيضا للعظة والاعتبار الواردة في مشروعية الزيارة زيارة القبور، فإنها تذكركم بآخرتكم. نأتي لزيارة القبور حتى نتأمل ونتعلم ونتعب أننا اليوم فوقها وغدا في باطنها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قضية اللي يأخذ على الزيارة، الرسول عليه الصلاة والسلام زار القبور وأمر بزيارتها للرجال وللنساء، قال للنساء: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بآخرتكم. عمل الفاصل الزمني ما بين المنع والإيجاز، عمل الفاصل لأن الناس كانت حديثة عهد بالجاهلية وبعبادة الأصنام، وكانت لا تميز، تريد أن تجعل بينها وبين الله واسطة، فاتخذت الأصنام واسطة حين، ثم اتخذت القبور واسطة. أن يخلع هذه العادة ويخلع هذه المعتقدات الفاسدة من عقول أمته، وبعد أن استقرت العقيدة الإسلامية في صدور المسلمين أجاز زيارة القبور للرجال وللنساء على حد سواء. الذين يأخذون الآن ويريدون أن يبدلوا شرع الله ويبدلوا سنة رسول الله في منع الزيارة وخصوصا للأنبياء والأولياء، فهؤلاء هداهم نقول هداهم. هل تتخيل في هذا الزمان أن أناسا يعبدون أشخاصا؟ أن في المسلمين من يعبد نبيا صالحا؟ الناس مش عبد ربها، ربنا حتى تيجي إخواننا يجوا صلوا أمام المقام اتقاء للشبهة. أقول حبذا لو لم يكن حتى لا نتهم، يعني أنا أدرك تماما ما فيهم واحد في اللي صلوا أو في إخواننا اللي جايين يزوروا إنه جاي يصلي لسيدنا يوشع، إحنا دول نصلي لربنا. ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بالله إلا وهم مشركون. الناس مع ربنا مش مسيرة، فلما يجي يقول لك يا بيصلي لقبر ولا بيصلي، حدا مصلي لنبي ولا حدا مصلي لولي ولا حدا، بس صلي لالله يكتب خيرك صلي. لكن اتقاء للشبهة حبا لو ما كانت الصلاة مقابل المقام، وإن كانت لا شيء فيها، لا حرمة فيها، لأن احنا بنقف في المسجد النبوي لما بنصلي في الصحن المكشوف اللي خلف الحجرة، بتكون الحجرة لا حرج، ما في واحد من الاعتين لسيدنا محمد، ما حدا بيصلي ولا للنبي اللي يخير خلق الله، ما بيركب هذا في عقل ومنطق الأصحاء عقليا والأصحاء نفسيا. ما حدا مصلي لغير الله، الصلاة لله والعمل لله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نحن نأتي إلى هنا لسؤال الله، نسأل الله من على هذه العتبة، هؤلاء لهم جاه، أن نسألك ونتوجه إليك بحق نبيك محمد، حق من نحن على أعتابه ألا كذا وكذا وكذا، كحديث الميضاء إيت الميضاء بقل للذي سأل أن يرد له بصره، إيت الميضاء ثم قل يا محمد إني أستشفع بك على ربي في رد بصري ورد له بصره. ولو كانت هذه الدعوة وهذه الوصفة غير جائزة شرعا كيف يستجيب الله عز وجل؟ فاستجاب الله له. يحاولون الترويج والتشويش أننا ما حدا مصلي بغير الله ولا حدا سائل غير الله، بس احنا بنترجف ناس، يا ناس ادعوا الله ومش ردين علينا، بنقولهم ادعوا الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بنترجاهم ادعوا الله، الناس مش داعية الله لا تيجي تحكي لا ادعي لا ولي ولا ادعي لا نبي ولا ادعي. نسأل الله، نسأل الله. وعنواننا في هذه الزيارة
عنواننا في هذه الزيارة سؤال الفرج لهذه الأمة من المحنة التي تعيش فيها. جئنا لنسأل الله عز وجل الفرج لهذه الأمة من هذه الفتنة التي ابتليت بها، ونحن من على عتبات هذا النبي الكريم المجرب في استجابة الله لدعوات من يقف على أعتاب. نسأله الفرج، نسأل الله الفرج لهذه الأمة، وأن يكف عنها هذه الفتنة العبياء التي أكلت الأخضر واليابس والحمر.